إطلالة مختلفة عبر كل شاشة، ولما تطلع ضحكتنا إحنا ما تفارقنا، مستانسين بشوفتها المحكمة الدولية منار الحشاش. يا مرحبا فيك مهندستنا، الله يسلمك. إحنا سعيدين بتواجدك عبر شاشة تلفزيون الكويت ونفتخر فيك، وابتسامتنا ما تفارقنا. ما أدري ليش منار، أمانة يمكن من الأشياء اللي أقولك إياها، يمكن الواحد ساعات مو شرط إنه في موقف يضحكه أو في شيء ضحكة، ساعات ممكن تحسين إنه هو مستمتع لمجرد إنه يقرأ، ساعات يبتسم، ساعات إذا شاف صورة حلوة تلقين ابتسامته على وجهه. أنت من الوجوه بصراحة للواحد يشوفها وممكن ما يحتاج إنه يسولف وياها، بس مجرد إنه يبتسم لما يشوفها، وأكيد أنت شايفة الموضوع هذا بوجوه كل من يتابعك ويحبك. أول شيء مشكورة، فاجأتيني بهالمقدمة. الحمد لله، يعني إذا كان هذا الكلام فعلا واقع ما أقدر أقول غير أحمد ربي وأشكره، لأن يعني أسوأ شيء الواحد يكون ثقيل على الآخرين، فإذا كان إذا كنتوا تشوفون العكس، يعني شوف ترى الحين دودهتيني ما أنا قادرة حتى أختبر. بس لا فعلا الحمد لله، يعني ما أقدر أقول الحمد لله، الحمد لله أمانة. يعني منار خل أقولك، يعني في ناس نيايا لما تشوفك، أنا يعني أنت يمكن ما انتبهتي أو شيء، بس يعني حتى اللي جايين يصورون يوم شافوا منار ابتسموا، يعني ابتسموا إنه الله هذا ضيفتهم، يعني حتى لو مو شرط يعرفون تفاصيل حياتها، حتى لو مو منار شخصية إعلامية أسبوعيا قاعد تطلع لهم عبر الشاشات، حتى لكن صار في زي ما يقولون طابع روحاني يوصل المسج اللا إرادي، بس بتفلسف أنا. اللا إرادي إن الشخصية هذه اللي أختي تحبها وأمي تحبها وأخوي يحبها وأنا أحبها، حتى لو ما أعرف تفاصيل عنها أو تابعتها. الحمد لله، يعني شوفي يمكن ما أدري، يمكن لأن أنا بديت وكبرت تحت يعني نظر الناس، يمكن هذا السبب، يمكن لأن بديت خطواتي وكملتها وأنا يعني متواجدة، الناس كانت تحس يمكن بصعوبة الانتقال من مرحلة إلى مرحلة ثانية. يعني تلاحظي نفسك، أنا عن نفسي حتى لو شخص ما أعرفه، لحظة التخرج الواحد تخنق العبرة لما يشوف واحد متخرج فرحان يلم أمه مثلا أو العكس، يمكن لأن خطواتي كانت قدام الناس، الناس عاشتها معاي، شافت وين كان في صعوبة، شافت وين في مكان نجحت وفي مكان تعثرت، يجوز هذا هو السبب، ما أدري يعني، بس الحمد لله أرد أقول يعني أحمد ربي وأشكره على هالقبول. حلو حقيقة. منار الحشاش طبعا هي مفخرة كويتية وخير نموذج للبنت الكويتية اللي قدمت الكثير والكثير من العطاءات اللي نفتخر فيها إحنا كشباب وكبنات في هذا الوطن الغالي. ديرتش تفتخر فيك منار، لأن أنت خير نموذج حقيقة مشرف لدولتنا الحبيب الكويت. لكن أنا عندي سؤال، ما شاء الله يعني المهندسة منار الحشاش دائما نشطة منذ الانطلاقة، سر النشاط هذا شنو؟ الفاشن، حب المجال اللي أنا فيه هو اللي يحرك، يعني يخليك ودك تسوي كل الأشياء المتاحة لك في مجالك، ما ودك توقف وتحس إن كثر ما تسوي لا بعد في شيء يمكن أنا ما أظهره، اللي هو المحاولات اللي هي ما تكتب لها النجاح، فلما يفشل الشيء اليوم تلقى كل اللي يشغل بالي شلون أحاول مرة ثانية باكر عشان يرد يمكن يتحقق. طيب ما تحقق شنو الأسباب؟ هذه الأسباب فأحاول أصلحها عقب باكر. فتحس يعني لما تنقضي السنة إنها كلها كانت محاولات مستمرة، لأن كان في إصرار إن لا مو معقول يعني أستسلم من أول فشل. بس دائما أنا أقول الفاشن أو الحب المجال نفسه أيا كان المجال، أنا متأكدة إن في كل المجالات اللي موجودة حتى مجالكم، شو اللي يخليكم كل يوم تلتزمون وتيون وتقدمون وتطلون على الناس؟ حب العمل في هذا التخصص. اللي يلقى نفسه يعني المحاولات ساعات تخلي الواحد يتراجع. أكيد. يعني في محاولات تقولين يعني أنا جربت حظي بهالموضوع مرات متكررة، زيادة الإلحاح في أني أنا أكون متواجدة أو أني أثابر فيه وماني متوافقة فيه أنسحب،
يحوش منار هذه الأحساس. أكيد في النهاية يعني أنا بشر، لابد أن تحوشني لحظات أكون أضعف ما يكون، يعني كروح تحس أن أنت شوي اليوم روحك محبطة، لكن وانت ماشية كذي يعني مثلا أصادف ناس هم ما يدرون أنت شنو حاس اليوم فيه، يعني فيوقفوني مثلا يقولون لي كلمتين، هالكلمتين هذه هي اللي تخليني أعيد حساباتي. سبحان الله، يعني الله يسخرهم كذي بالطريق. يجيني مسج مو متوقعة مثلا من شخص، إيميل يكون واصلني، نوت أو منشن أحد مسوي لي إياه، هذه الأشياء يعني إذا كانت من القلب توصل. إيش اللي بيخلي إنسان يقول كلمتين؟ نعم. فأقول يعني قد يكون أنا ممكن بالغت، أو يمكن أوكي تحبطت كفاية يلا عاد خلاص، يعني هنحاول مرة ثانية. طبعاً في شغلة وايد مهمة، إن المحاولة لازم الواحد يراجع نفسه، لأن في النهاية عندنا أخطائنا وعندنا خلنا نقول عيوبنا ومميزاتنا. أكيد. فلما الواحد يفشل، يعني أنا لما أفشل في خطوة معينة، أول شيء أسوي أراجع نفسي، هل فعلاً أنا أبي هذه الخطوة أصلاً؟ وليش كنت أبيها؟ إذا أنا فعلاً مصرة على هذا المشروع أو أنا مصرة على هالقرار، أبدي أراجع الخطوات اللي خدتها وأشوف يعني وين الخطأ. يعني مثلاً ساعات تراجعين نفسك إنه الله أنا صبرت كل هالطريق وصبرت كل هالمساوئ والعثرات اللي طحت فيها، استسلم على اخر شيء؟ لا ما استسلم. طبعا طبعا اكيد تراجعين هذه الخطوات. طبعا بس يعني مو الكل يكون عنده الصبر او الامكانيه انه هو يصبر على مده طويله. يعني انا دائما اقول لهم من اهم الاشياء اللي المفروض الواحد يحرص عليها اللي هي المثابره. الاجتهاد هذا اكيد لابد منه، بس المثابره بمعناها ان الواحد يحاول مره ومرتين وثلاثه واربعه، مو بنفس الطريقه. يعني اذا قدامي انا شايفه ان في بلوك يعني خلاص أكيد. مسدود الطريق، لازم اشوف لي طرق اخرى. اكيد يعني. المهندس منار، دائما الناجح، الشخص الناجح لديه القدره ان يحول اي خطوه فيها سقطه تعتبر يحولها الى نجاح، اذا كان هو مؤمن بالفكره حقيقه. ودائما كل شخص ناجح يعول على تنظيم الوقت. انا عندي معلومه ان المهندسه منار حشاش عادي، يعني شيء روتين عادي، انها ما ترد البيت حتى بالصيام الا صلاه المغرب. فشلون قادرة تنظمين وقتك؟ يعني اليوم أنا أذن وأنا مجتمعة مع يعني أشخاص أعزهم وايد، كان عندنا اجتماع، أذن وإحنا في الاجتماع أصلاً، يعني نسينا نفسنا وإحنا بالشغل. الفكرة إنه طبعاً أول شيء لازم أقول كلمة يعني ما أقدر ما أبدي فيها، لازم أشكر أهلي، لأن لولا وجود البيت اللي هو داعم، إنه حتى لما تتأخر حتى لما متفهمين، هذه النعمة اللي تمكن أي شخص إنه هو يستمر في عمله. الآن بالنسبة للعمل، أنا بالنسبة لي برمضان بالنهار وايد أنشط من الأيام العادية، يمكن لأنه في تركيز كامل، خلاص ما تفكر بأشياء ثانية وشنو بتسوي، شو بتاكل، وين بتروح. تركيزي في شهر رمضان دائما يكون أعلى إنتاجية من الأشهر الثانية، ما أدري شنو السر سبحان الله. بس يعني والوقت، عملية الوقت طبعا يعني ابدي من الصبح، يعني خلينا نقول مثلا من 9 او 10 الصبح ويستمر الى فتره الفطور، مو بشكل يومي. يعني تجيني ايام مثلا الحين بالعشر الاواخر لازم اريح شوي عشان الواحد يقدر يعني بالليل يقدر على الاقل يروح الجيم، يعني هي فتره محدوده العشر الاواخر. بس ان فتره العمل بالنسبه لي مستمره بما فيها الويكند. يمكن الناس بتقول الأجانب برا مثلاً عندهم لا الويكند هذا المفروض إنه ما حد يعني يخرب الراحة اللي فيه. أنا أختار الويكند أسوي فيه الأشياء اللي هي تعيد شحن طاقتي، يعني هو لا علاقة بالشغل، بس مو بالضرورة. يعني بالشغل في أشياء حلوة خفيفة على القلب، في أشياء ثقيلة، الثقيلة ما أحطها بالويكند اللي أحس إن أنا ممكن أكون مجبورة عليها. حلو، يعني حلو إن الواحد يستغل وقته. مع تراكمات النجاح يصير في ناس حساد لهذا النجاح، ودائما يفكرون تفكير ان اذا هذا الشخص وايد ذكي انا احط لي مثل خوف منه او رهبه انه بالتعامل. فاكيد انت لمستي انك انت ممكن تتعاملين مع هذه الاشخاص ببساطه، بتلقائيه، بحبك، بحب العمل، باريحيه، لكن بالمقابل هم ما يعاملونك كذي، لأن دائما يشوفونك أنت الشخصية اللي
هذا اللي يدرس وما يقول انه دارس، هذا اللي ومقلب انزين، فما يشوفون يعني يتخوفون من التعامل معك. شوفي للاسف يعني هذا واقع، انه يكون شخص انا اول مره او يعني بغض النظر مره او رجل التقي فيهم لاول مره، لكن واضح بان طريقه التعامل كانت مدروسه من قبل، يعني ردود افعالهم مجهزينها من قبل. بحكم طبعا الخبره، انا متاكده حتى انتم مريتوا بهالمواقف، بحكم الخبره في البدايه الواحد يضيق خلقه، يعني ان انا ما قلت شيء، كل اللي قلته السلام عليكم مثلا يعني، بس ما قلت شيء. لكن لما الواحد يتفهم ان الناس مو واحد، يعني النفسيات تختلف، الامكانيات تختلف، الخبرات تختلف، فاذا باخذها بحسن نيه بقول ان خايفين يغلطون كلمه مثلا او يحرجون يعني فيرتبكون. الواحد من يرتبك يبدي يخطئ، فاقول باخذها بحسن نيه واقول ان الكلمه اللي انقالت او الرد اللي انقال ما كان مقصود ابدا، عشان بس انا ارتاح. حلو. لان الواحد اذا دائما يعني يحط في باله سوء النيه يتعب. حلو. فاقول لا مو مقصود، لكن مع الوقت راح تكتشفين بان هذا واقع ولازم تتعاملين معه. وما في مجال ان انت تتغيرين او تغيرين، يعني هل المطلوب ان انا اخفض من حجم عملي او حجم حضوري او حجم تواجدي علشان اللي يعني حدود حضورهم وتواجدهم محدود اصير مثلهم فاستانس معاهم؟ هذا ما راح يرضيهم ولا راح يرضيني في النهايه. نعم. فالموازنه هي اصعب شيء، يعني ما راح اخفيكم هذا وايد صعب، ما تقدرين تدشين بالانفس يعني. طبعا، بس على الاقل يعني اقول راس مالي انا مراهنه على نيتي الزينه مع الناس، مع الوقت راح يظهر هذا الشيء. حلو. اصرار الواحد على العمل واستمراريته ومثابرته الا وما تثمر في مرحله ما، يعني يمكن اليوم الشخص مو مقتنع فيك، باكر يمكن مو مقتنع، لكن لما يشوف ان انت مستمر على خطك. حلو. يحترم على الاقل مثابرتك واجتهادك. اكيد. وان انت مو قاعد تضر احد. اكيد. المهندسه منار الحشاش، يعني العديد والعديد من العطاءات اللي قدمتيها لهذا الوطن على مستوى الدولة وأيضا على مستوى تخصصك، ما شاء الله يعني حصلتي على لقب قيادية إلكترونية، هذا اللقب مو من عندي أنا، من الأمم المتحدة ما شاء الله. فشنو معنى القيادة الإلكترونية؟ طبعا يعني هذا شيء كان بالنسبة لي محطة مهمة جدا في حياتي، يعني هذا كان بداية عملي مع أو خلنا نقول أول ثمرة مع اليو أن، كان يسبقها عمل على مدى سنة ونص تقريبا أو سنتين. الفكرة كانت بالنسبة لهم أن في أهداف إنمائية للأمم المتحدة بشكل عام، يعني ما بالحوار يصير ثقيل، ولكن الأمم المتحدة عندها أهداف أن مثلا تحط حلول، تحل مشاكل الفقر في دول معينة، تعالج الأمراض اللي هي الوبائية المتفشية مثلا في الدول الفقيرة، يعني في أهداف معينة تركز عليها الأمم المتحدة. نعم. مؤمنين كانوا تماما بأن أحد الحلول اللي راح تساعد في حل هالمشاكل هو استخدام التكنولوجيا. حلو. لأن بدونها الحلول راح تاخذ مدة طويلة علشان نقدر نوصل للأهداف. فبوقتها طبعا هذا الكلام كان في 2007 تقريبا، كان بداية عملي مع اليو أن، شافوا أكثر من مشروع، يعني كانوا يبتعثوننا لمناطق معينة ندرس الوضع، نقدم تقرير ونقول مثلا هذه الحلول اللي احنا نشوفها، هذه الطريقة اللي احنا نشوفها للحل. نعم. لكن مع الوقت شافوا ان صار في الحين حاجة انه يكون في شخص يمثل اليو ان بحيث انه هو يحمل هذا اللقب ويقود هذه المشاريع. حلو. فلما تكلمنا فيها يعني انا بالنسبة لي ما درست السياسة ولا اعرف بالدبلوماسية ولا افهم بهذه الامور، ولكن يعني استعنت برأي وقتها مندوبنا الدائم الله يذكره بالخير سعادة السفير عبد الله مراد ممثلنا الدائم في الأمم المتحدة، كنت في نيويورك وما يدري ان انا يعني انا مو ضمن البعثة، انا رايحة لهم في مهمة. فاتصلت وحطيت معاه موعد، قلت له فاجأوني يعني بشغلة وبشاورك فيها، ما ادري ما افهم يعني بهالامور، فانت وينش؟ قلت له موجودة الحين، يعني ابي الحين اشوفك لانه يبون رد الحين. الحين يعني الحين مع منار الحين قلت له الحين يعني انا الحين موجوده والحين احنا مجتمعين في بريك غدا. ف قال لي اوكي يعني اذا قريبه، قلت له انا مبنى اليو ان ومكان السفاره مالتنا البعثه الدائمه يم اليو ان. نعم. فاتذكر برد كان يعني
مطر، مو مستعدة ان انا اركض بال بالشارع يعني عشان اعبر واروح. وصلت له نص ساعة، خلصت اتفق معاه على كل شيء، قال لي اذا هم عارضين عليك الحين كذي الحين تردين تقولين لهم اي اكسبت، لان هذا شيء مستحيل يعرض يعني ويرفضه ما شخص شاء الله. لا ترددين فيه وهذه فرصة، روحي ليهونون. فيعني طبعا اعطاني نصايح مع ان كانت هذه اول مرة التقي فيه، لكن هني يبين لك يعني دائما اقول لهم وجود الكبار اللي سبقونا بالطريق لنا حق عليهم دائما انا اقول لهم. صح. ولما احنا الحين نكبر اللي اصغر منا لهم حق علينا احنا. ارشدني، اعطاني نصايح، اعطاني قولي كذي اذا صار كذي، يعني اعطاني تيبس او خلينا نقول اشياء معينه نبهني عليها، لانه حاب بنت ديرته تكون مكان افضل. او لا، انا يمكن احب انوه على موضوع وايد مهم، ان شفناك بصحف الاجنبيه، يعني كنت متصدره صحفهم وجرايدهم ومجلاتهم. فاليوم اللي مثلا نقول ليش منار ما تطلع هالاشياء اللي هي يعني نشوفها برا وما نشوفها هني بالكويت؟ ليش منار؟ استحت منار. نبي يعني انا اقول لك ليش انا شفت منار باحد الجرائد الغير كويتيه، العالميه الامريكيه والفرنسيه اعتقد، وماش يعني ومختفيه من الصحافه الكويتيه. هو مو اختفاء بس انا مقله، يعني يمكن وايد ناس راح تستغرب من هالشيء، لان يعتقدون ان انت تبالغ بالظهور، يعني كمجتمع يعتقد بان انت زايد الكيله، يعني كل شوي طالع كل شوي طالع. لكن اللي ما يدرون ان انا عدد الطلبات اللقاءات اللي اردها اللي اعتذر عنها يعني ما قاعده ابالغ اذا قلت 10 اضعاف اللي انا قاعده اطلعه. ليش؟ لان اخاف من كثره التواجد بدون سبب، اخاف من مجتمعنا انه أكيد. يقول اشوف هالموضوع اوفر اكيد، ام ان انت يعني على الاقل واحد لما يطلع وعنده شيء يقدمه هني عادي ما حد يقول عنه شيء؟ يمكن انا فيني هذه شويه زياده، يعني حساسه زياده اعترف، يعني دائما اسمعها من المقربين انه هذا حلو، يعني خلينا نبرزه مثلا. سويتها توني قبل تقريبا سنه وشوي، لان انا تاثرت بالموضوع. كان في لقاء في مجله، عفوا في جريده يوميه سياسيه، يعني هي الجريده في استونيا. استونيا اللي هي دول شرق اوروبا اللي يعني يعتبرون معزولين تماما عن بقيه دول العالم، يعني مو اللي مطلعين على العرب ويشوفون العرب وكذي مثل دول اوروبا اللي بالوسط. ف طلبوا لقاء، وافقت، فيوني قعدنا في كذي في اللوبي الاوتيل، حتى صور غير رسميه، يعني قصدي مو صور مجهزتها، لا واحنا قاعدين كذي باللقاء صوروا. نعم. فاجئوني لما شروا اللقاء انه اخذ له يعني 4 صفحات كامله، وصفحه اولى اشاره تقريبا ربع الصفحه. حلو. هذا كله مو يعني مو الشيء الجديد، اوريدي كان في عندي لقاءات سابقه في دول اجنبيه بنفس الحجم، لكن الشيء اللي اثر فيني ان علشان يعرفوني او علشان يعني يقولون الكويت وين، كانوا حاطين خريطه الخليج وملونين خريطه الكويت عشان بس يبينون حق اللي بيقرا ان الكويت وين. هذه بالنسبه لي قعدت يمكن ساعه كامله احاول، يعني كل ما شفتها اول ما شفتها شهق، لان مسؤوليه كبيره. أكيد. ان اشخاص ما يعرفون اصلا بلدك هذا وين موجود على الخريطه. حلو. واول ما يعرفون الانطباع الاول يكون من خلالك، هذه مسؤوليه. يعني حسيت ان ابي انا ان شاء الله قايله كلام زين، يعني هذا اول يعني اول شيء تبادل لذهني. هذا اللي ممكن يعني وقتها قلت اوكي هذا ممكن نغطيه هنا بالكويت لانه اوريدي تسرب. حلو. لكن قاعده افكر خلال الفترات القادمه صار في الحين ارشيف. ليش بعيده عن الانستغرام مواقع التواصل الاجتماعي بسرعه؟ في اكاونت لكن الاكاونت ما ينفتح ولا ينحط فيه صور ولا ليش؟ ما عندك انت يعني ملكه التكنولوجيا وانت كنتي سباقه انه راح يجي جيل ما راح يستعمل الا هذه البرامج وهذه المواقع. يعني اذكر كنت اقول لك واي لا انت قاعد تحكين عن شيء يمكن بعد 30-40 سنه، ما توقعت ان انا راح اصير يوم من الايام عندي اكونت وانا راح اصير
يعني كنت قلت كنت اقول كل شيء تقولين، فعندك نظره، انت كنت سابقه جيلك او عندك نظره تكنولوجيه لهالموضوع، والحين لما صار الموضوع لقينا منار مو موجوده. لنفس السبب، يعني انا حساسه شوي تجاه التواجد، اذا كان حسيت جرعته عاليه وايد حساسه، يعني هذا يمكن يعني ناس تشوفه عيب، لكن ما احب اكون متواجده في مكان الا وانا قادره اتواصل مع الناس. الفتره اللي فاتت اذا انت بتتواصل بالسوشيال ميديا، اذا ما تقدر تتواصل مع الناس الافضل انك انت ما يعني ما تظهر، وبعدين كانه ياخذونها عليك بانك انت ما تبي ترد على احد، وهذا شيء سيء. لكن اللي اقدر اختم فيه الحين واقول يعني خلال ان شاء الله الشهرين او 3 أشهر القادمين باذن الله، يعني في موعد اوريدي الحين حددناه لانطلاقه، وان شاء الله راح اكون اكتف. يعني الاكونت اللي موجوده هي مو فيك، الاكونت مالتي راح ادري ان فيها فولورز، فيها منشنز، الناس قاعد تسوي تاج، لكن انا ما سويت ببلش حق اي شيء. ان شاء الله خلال 3 أشهر القادمه راح تشوفون ان شاء الله شيء. اذا شنو طبيعه الانستغرام؟ اخر شيء نبي نعرف منك شنو طبيعه الثيمه مالت اللي الصور اللي راح نشوفها بالانستغرام، هل هي حياة منار؟ هل هي حب منار للموضة؟ هل هي الواتسابات اللي ما ترد عليهم تصورهم وتقول هذا الواتسابات ما رديت عليه أعطوني يومين ثلاثة؟ شنو راح تكون ثيمة الانستغرام؟ راح أرد عليك. إن شاء الله راح يكون تواجد لنشر مجال اختصاصي بإذن الله. ما راح يغيب عنا الجانب الحياة الإنسانية بالتأكيد، لأن أنا في النهاية راح أكون متواجدة، ولكن راح يكون عندي تارجت من خلاله ننتشر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لتحقيق هذه الأهداف. حلو. فبإذن الله يعني إن شاء الله قاعدين نحضر حق الكامبين، وإن شاء الله إن شاء الله يعني تكون على قدر المستوى اللي يعجب الناس. بس يعني اسمح لي مخرجنا سؤال بسيط، مستقبل مواقع التواصل الاجتماعي كونك أنت متخصصة في عالم الإلكتروني؟ راح تشوفون يعني كل ما دام فتحت هالموضوع لازم اقول بشكل سريع، ديروا بالكم اللي تنشرونه، لان هذه المعلومات راح تفاجئكم انه مستحيل تمسح ولا يمكن تمسح حتى لو سويت دليل، في النهايه هي موجوده في مكان ما. المستقبل القادم هو الانتجريشن، التكامل فيما بين كل هالادوات راح يصير. فبالتالي اذا انت تقول لا انا في انستغرام بنشر معلومات معينه، ما راح انشرها في تويتر، في تويتر راح انشر معلومات معينه ما بيها تدخل على مثلا الفولورز اللي في انستغرام، مع الوقت راح يكونون اوريدي مرتبطين، اللي هو يسمونه الجيل الذكي من الانترنت، اللي يشبك كل المعلومات مع بعضها البعض. يعني اقدر في نفس اللحظه بعرف شيء عن منار اعرفه او اعرف يعني بروفايل كامل بالضبط اللي منتشره فيهم كلهم. فبالتالي يعني ارد اكرر اللي قاعد ينشر معلومات، خلي يفكر، دائما اقول عد للعشرة قبل لا تسوي بوست، عط نفسك مجال عد للعشرة، قول هالمعلومة إذا تطلع في يوم من الأيام للناس تضرني لا تنشرها، إذا تحس إن ما تبي الناس تعرفها لا تنشرها، يعني لا تقول أسوي لها بوست ورد أسوي ديليت، إذا طلعت خلاص انتهى. يعني أنا ودي أقول حق سعود أنت وايد غلطتني أنا ومنار، لأن يعني ما راح نوقف حكي أنا وياها، بس هو قاعد يقول لي الوقت، وانا راح ادش في السجن 3 أيام بس على انه هو قاعد يناجرني على الوقت. بس احنا القعده معك ما تنمل منار، والوقت مثل ما يقولون من ذهب معك، ويا ريته ما يذهب. يعني مشكوره، وانا اللي سعيده بتواجدي معاكم، ونتمنى لك كل التوفيق، واحنا فخورين فيك كل اللي تقدمينه. اكيد مشكوره المهندسه منار الحشاش على وجودك معنا في غبقه رمضانيه، وراح نتواصل معاكم مشاهدينا وفقره الدواوين، ونروح حق منطقة صباح الناصر وديوانية المطير.